بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ في مراجعة ليلة الامتحان الأولى، مراجعة الامتحان في النحو. وطبعا في النحو انت لازم في ليلة الامتحان تحل قطع نحو كتير وتعرف طريقة الحل. يعني احنا لما شرحت ازاي بتفهم الدرس وازاي بتحل عليه، لكن دلوقتي بقى ان شاء الله قبل امتحانك لازم تكون متدرب كتير على القطع وفاهم القطع ازاي. وافتكر دايما ان الاعراب اللي هو مشكلة الناس كلها، الفهم نص الاعراب، مش نصه بس، ده تلات ارباع الاعراب لحد ما ننزبط. والاستخراج لازم تفتكر الدرس الاول قبل ما تبدا تحل. في الاستخراج لازم تفتكر الدرس الاول قبل ما تبدا تحل. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده. قطعه النحو بتاعت النهارده بتقول ايه؟ المسجد الاقصى في فلسطين يهتف يا اولي النخوه، حذار ان تتركوني فريسه لعصابات لا تعرف الا الغدر والخيانه، يفكرون منذ سنين في الهدم والتخريب والقتل وبناء المستوطنات فوق الانقاض والتي بلغت كذا مستوطنه. طب انت دلوقتي قريت القطعه كامله، انا قريتها ليه؟ لازم تقرا القطعه كامله عشان تعرف بتتكلم عن ايه، علشان وانت بتحل ما تبقاش بتفكر في المعنى، لا انت لازم تفكر في حاجه واحده بس اللي هو الحل. طيب ابدا بالاعراب، اعرب ما فوق الخط في الفقره السابقه او هو بنفس الطريقه اعرب ما تحته خط 2-1. لما اجي اقول المسجد الاقصى، هل كده خلصت الجمله؟ طبعا لا، يعني احنا لازم اقراها لحد ما الجمله تخلص. المسجد الاقصى في فلسطين يهتف، جميل. يبقى انت الجمله بدات عندك من اول مسجد الاقصى خلصت عند يهتف. اعلمك حاجه بقى، لازم تحدد هل الجمله دي اسميه ولا فعليه. طيب وبعد التحديد، لو حددت ان هي جمله اسميه، اول ما تحدد ان هي جمله اسميه لازم تطلع مبتدا وخبر، وبعد كده تعرف باقي الجمله عادي جدا، سواء الجمله دي فيها الخط اللي انت هتعربه ولا لا. يعني هنا لما اجي اقول المسجد الاقصى في فلسطين يهتف، دي جمله ايه؟ اسميه. برافو. طب ليه اسميه؟ عشان بادئه باسم، الاسم اللي هو المسجد. طيب المسجد مبتدا، فين الخبر بتاعي؟ قلنا يهتف وده خبر جمله فعليه، جميل. يبقى الاقصى هنا اكيد ولا مبتدا ولا خبر؟ طب ما هنا احنا اتعلمنا قبل كده ان معرفه ومعرفه الثانيه بتعرب ايه؟ نعت. برافو. معرفة ومعرفة يعني كلمة فيها ألف ولام وكلمة تانية فيها ألف ولام. وعلى فكرة المعرفة مش الكلمة اللي فيها ألف ولام بس، ده في أنواع للمعارف كتير قوي. خلاص راجع الفيديوهات اللي فاتت هتفتكر وهتعرف إيه هي أنواع المعارف. طيب لما أجي أقول المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، الأقصى هنا نعت. نعت ماله؟ مرفوع وعلامة رفع الضمة. طب هقول الضمة واسكت؟ ممكن تقول الضمة وتسكت، لكن عشان تبقى أقوى وأفضل تقول الضمة المقدرة. طب ليه مقدرة؟ عشان الاسم ده آخره حرف علة. برافو. عشان الاسم ده آخره إيه؟ حرف علة. طيب المسجد الأقصى في فلسطين يهتف يا أولي النخوة، يا أولي النخوة، حذاري أن تتركوني فريسة. طيب تتركوني فريسة هي جدية الجملة، تتركوني فريسة أو أن تتركوني فريسة، دي جملة اسمية ولا فعلية؟ ها؟ فعلية. برافو. طب ليه؟ عشان بادئة بفعل. تترك ده الفعل، واو الجماعة هي الفاعل، والياء مفعول به. ايه ده؟ دي كلها في كلمة واحدة؟ اه. امال ايه النون دي؟ النون دي بنسميها للوقاية، عشان واو الجماعة بعديها الياء اللي هي بتبقى مفعول به. خلاص؟ تتركوني الياء اللي بتبقى مفعول به، ساعتها دي كلها جمله واحده اهي، بحط النون للوقايه. طيب تتركوني فريسه، طب فريسه هنا ممكن تبقى اعرابها ايه؟ انا كده خلصت الجمله، فعل وفعل ومفعول. غالبا بتفكر بقى في باقي الحاجات اللي هو النعت والحال والتوكيد والعطف والبدل، باقي الحاجات المرتبطه بالجمله. طيب اسال هنا بكيف، كيف تتركوني؟ الجواب هيبقى فريسه. برافو. يبقى فريسه اعرابها ايه؟ حال، حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه. برافو. طب تعالى كده كملنا الجمله لحد كلمه فوق الانقاض. طب تخيل ان ديت انت مش ممكن، يعني ممكن ما تقراش اي حاجه وتتكلم بس عن فوق الانقاض. فوق ده ظرف، بعد الظرف بيجي، ايوه برافو، مضاف اليه. فهنا مضاف اليه ماله؟ مجرور وعلامه جره الكسر. طيب يبقى هنا الاعراب اهو سهل، مفيش حاجه صعبه، اتعلمت اساسيات مهمه جدا. اللي هي ايه الاساسيات دي؟ انك انت تعمل ايه؟ تطلع الجملة هل هي اسم ولا فعلية وتحدد أساسياتها، وبعد أساسياتها تبدأ تشوف بقى الباقي هيبقى إعرابه إيه. طيب تعالى في الاستخراج بيقول لك هنا اسم مكسور واجمعه جمعا سالما أو جمع مذكر سالم. هو إيه الاسم المكسور؟ إحنا في الشرح افتكرنا مكسور،
منقوص ممدود. الجملة اللي انا قلت لك قبل كده افتكرها، لو قلت ليلى وعلوي، ها ليلى وعلوي، او ليلى القاضي، ليلى القاضي سوداء، او ليلى القاضي بيضاء. ليلى ده اسمه مكسور، اه ده اللي هو اخره الف لازمة. انا لازم افتكر القاعدة قبل ما احل في دماغي حتى على الاقل. انا بس بقولها لك دلوقتي بصوت عالي عشان نفتكر مع بعض. طيب فالاسم المكسور اللي هو زي ايه؟ كبرى، صغرى، عظمى، اولى، اخرى. طب انت لما تيجي تقرا هنا هتلاقي كلمة، ها فكرت فيها ولا لا؟ وقف الفيديو كده وفكر فيها شوية قبل ما اقول لك على الاجابة. ها برافو، الاجابة اللي هي الاقصى. الاجابة اللي هي الايه؟ الاقصى. يبقى اكس، يبقى اسمه مكسور اللي هو اسمه ايه؟ الاقصى. طب لما اجي اقول جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم هذا الاقصى، عايز اجمعها جمع مذكر سالم. اتفقنا ان احنا في الجمع بنعمل ايه؟ لو الالف ها رابعه او اكثر، الالف رابعه او اكثر. ده يا مستر الكلام دوت في المثنى وجمع المؤنث السالم. ايوه صح، لكن انا في جمع المذكر السالم بعمل ايه؟ احنا كنا فاكرين بنشيل الالف، بنشيل الالف واكمل الاضافات بتاعتي اللي هي ايه الاضافات بتاعتي؟ اللي هي الواو والنون او الياء والنون. زي ما كنا بنقول كلمه مصطفى، لما شلنا الالف بقت مصطفون او مصطفين، فدي نفس الكلام. اقصون او اقصين، اسمها ايه؟ اقصون او اقصين. فهمنا بتيجي ازاي؟ تاني، يبقى الالف دي بتتشال وبحط اضافاتي اللي هي الواو والنون او الياء والنون، لان انا بجمعها جمع مذكر سالم. طيب نتنقل على الجزء التاني اللي هم ايه؟ اللي هم ملحقين بجمع المذكر السالم. هو الملحق بجمع المذكر السالم ده اللي هو ايه؟ احنا قعدنا نحفظها وقعدنا نغنيها كده ونقول قولوا اهلون، سنون بنون، عالمون، 20 الى 90. وقعدنا نقول يا اما قولي قولوا يا اما قولي، يعني بالرفع او بالنصب والجر. طب انت فاكر واحنا قرينا كده ها كانت ايه؟ قولي. برافو، يبقى ملحق بجمع المذكر السالم اول واحده قولي. طب اعرابها ايه؟ هو هنا في قبلها ايه؟ يعني ديت منادى. طب ده منادى نوعه ايه؟ منادى مضاف عشان نكره وبعديها معرفه. يبقى منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم. برافو. طب والثانيه هو قال لك هنا ملحقين، اوعى تنسى اتنين مش واحد. هتلاقي في السطر الثاني في كلمه سنين اللي هي ممكن كانت بتيجي في امتحانات سني او سنين، سني او سنين، بيشيل النون لما بيبقى فيه بعدها مضاف اليه. طب هنا منذ، منذ احنا قلنا بعد منذ دي بتعرف ايه؟ مضاف اليه. برافو، مضاف اليه ماله؟ مجرور وعلامه جره الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم، لانه ملحق بايه؟ جمع المذكر السالم. برافو. الاسم الممدود يبقى احنا كده طلعنا اسم مكسور. المنقوص اللي هو اخره ياء، قاضي، ساعي، داني، لكن الممدود اللي هو اخره همزه. زي ايه هنا اللي اخره همزه؟ وحاول تجيب المفرد دايما. لو ما لقيتش المفرد ابدا دور على حاجه ثانيه، يعني هنا هتلاقي كده لو انت قريت واحده واحده خلاص هتلاقي هنا كلمه ايه؟ بناء. برافو، بناء ده اسم ايه؟ ممدود. طب الهمزه اجيبها ازاي نوعها؟ هات المضارع، مضارع بناء او الفعل منها يعني من بناء اللي هو ايه؟ يبني، طلعت ياء اهي. او لو ماضي بنى، طلعت الف. الف ولا همزه؟ لا الف مش همزه. خلاص الف مش همزه، في فرق شاسع ما بينهم. الهمزه ا لكن الالف ا، فهنا بتقول بنى. خلاص كده جميل. يبقى هنا المفروض بتكون ها الهمزه بتاعتي منقلبه، منقلبه عن اصل، يعني يا اما اصلها واو يا اما اصلها ياء، دي اسمها همزه منقلبه. طيب تعالى بقى في المستثنى اللي هو اسلوب الاستثناء. فين هنا اسلوب الاستثناء؟ لا تعرف الا الغدر والخيانه. ليه الجمله عصابات لا تعرف هي الا الغدر والخيانه. طب دي فيها لا وفيها الا، يبقى ده هو اسلوب القصر. قال لك المستثنى بقى بتاعه، المستثنى اللي هو كلمه الغدر، علشان اعربه فاكرين كنا بنعمل ايه؟ شيل لا وشيل الا. عصابات تعرف الغدر والخيانه، الجمله تامه. برافو، يبقى الاسلوب ناقص وفي اداه نفي، يبقى ناقص ايه؟ منفي. ناقص ايه؟ منفي. والناقص المنفي ده بيعرب ازاي؟ ها برافو، بيعرب حسب موقعه في الجمله. فلما اجي اقول حسب موقعه في الجمله ساعتها مين اللي هتعرف؟ العصابات. هتعرف ايه؟ الغدر. يبقى الغدر اعرابها مفعول به منصوب. طيب تعالى كده نخش في الجزء اللي بعديه على طول. لما اجي اقول ان المسجد الحرام والمسجد الاقصى وعايز هنا ملحق بالمثنى، احنا فاكرين ملحق بالمثنى كلا وكلتا متصله بضمير، واسنان واسنتان.
طب هنا هل ينفع اقول اسنان او اسنتان؟ طبعا لا، فهقول ايه؟ كلا او كلت. طب المسجد الحرام والمسجد الاقصى، مذكر ومؤنث؟ مذكر، يبقى هقول كلا، ادي اول حاجه. طب الاعراب، اسم ان منصوب، يبقى المسجد الحرام والمسجد الاقصى كليهما، المسجد الحرام والمسجد الاقصى كليهما. طيب واعرابه طبعا توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الياء. صعبه كده؟ طيب الجزء اللي جاي ده بقى اللي هو رقم د و ه و واو، عايزكم انتوا، وطبعا الاخيره عايزكم انتوا تحلوه وتكتبوا لي الحل في التعليقات، وان شاء الله ارد عليكم مع جريده الوفد التعليميه. نبدا بسرعه مع بعض في حل القطع. زي ما انا قلت لكم قبل كده ان احنا لازم نحل قطع كتير، ودي قطعه تانية بنبدا نحلها ونشوف افكار تانية نفهمها. بس المره دي ان شاء الله احنا هناجل الاعراب شويه ونبدا في الحاجات اللي هو الاستخراجات، وبعد كده نرجع ان شاء الله للاعراب. وزي ما احنا اتعودنا لازم اقرا القطعه كلها وبعد كده ابدا احل. بيقول ايه؟ لقد اصبح للتقدم الصناعي اثره البارز في نهضه المجتمع، واخذت نتائجه تعم المجتمعات، وليس بخاف على اولي المعرفه ان لبعض الصناعات مضارا، ليه اضرار؟ كتلوث البيئه، وعلى العلم اعباء كبرى لانقاذ البشريه من مضارها، وسرعان ما يتحقق ذلك، فما اعظم شان العلم. تعالى كده لما اجي اقول في الاستخراج ملحق بجمع المذكر السالم، احنا قلنا الملحق بجمع المذكر السالم اللي هو ايه؟ لازم تفتكره، لازم تفتكره، ما ينفعش تطلع على القطعه على طول تحل من غير ما تفتكر اللي انت طالع تجيبه. لما اجي اقول لك ملحق بجمع المذكر السالم يبقى تفتكر معايا قولوا اهلون سنون بنون عالمون 20 الى 90، واتفقنا برضو ان هي تبقى قولوا او قولي، خلاص؟ وبالتالي كل حاجه سنون او سنين او حتى سني او بنو وبني، يعني ممكن النون دي نفسها تتشال لما يجي بعدها مضاف اليه. فهنا هتلاقي، ها فكر كده معايا، او وقف الفيديو علشان انت تعرف تجيبها، خلاص، وبعد كده ايه تشغلها تاني تشوف الحل ايه. ها يعني احنا عايزين ملحق بجمع المذكر السالم اللي هي ها اولي، برافو اهي، على اولي المعرفه، فاولي هنا ده ملحق بجمع المذكر السالم. طيب الجزء الثاني اللي هو رقم 2 في الاستخراج، قال لك طلع اسم منقوص واخر مقصور. طب انا عايز افتكر المنقوص والمقصور، انت دايما كده لازم تحط لها جمله بقى او تحط لها كلمه تبقى عارف ديت ان دي مقصور ودي منقوص ودي ممدود عشان خاطر تعرفهم. زي ما احنا اتعودنا لما اجي اقول ليلى القاضي بيضاء، ليلى القاضي بيضاء، يبقى هنا ليلى ده اسم مقصور، القاضي اسم منقوص، بيضاء اسم ممدود، يبقى انت عرفت دلوقتي الشكل بتاع ثلاث جمل. فلما اجي اقول هنا اسم منقوص، ماشي، لازم تجيب حاجه اخرها ياء لازمه مكسور ما قبلها، ياء لازمه مكسور ما قبلها. طيب زي ايه كده؟ ها وانت بتدور ما تبصش وخلاص، لانك لو بصيت وخلاص هتلاقي مثلا كلمه كبرى، فتلاقي نفسك كبرى، وعلى فكره دي كبرى المفروض تبقى مكتوبه كده اهي، كبرى الالف بتبقى من غير نقطتين تحت عشان تبقى كبرى، ماشي، ساعتها كبرى هنا اسم منقوص، لا ده اسم ايه؟ مقصور، برافو، اسم مقصور اللي هي كلمة كبرى، كلمة كبرى. طب بالمرة لو خليتها مثنى هتبقى ها كبريان أو كبريين، برافو، كبريان أو كبريين. طيب تعال نكمل بقى الاسم المنقوص. لما أجي أقول كلمة صناعي، هل هنا تنفع دي أقول عليها اسم منقوص؟ ها فكر كده، لا ما ينفعش، ما ينفعش اقول عليها اسم منقوص. طب ليه ما ينفعش اقول عليها اسم منقوص؟ ها علشان خاطر دي بنسميها نسب، بنسميها ايه؟ نسب. ودايما في الاسم المنقوص دور على اسم الفاعل، زي مثلا كلمه ايه؟ خافن. ايه ده؟ طب ما هي مفيش اخرها ياء، مفيش اخرها ياء، ما احنا اتفقنا حرف الياء ده بيتحذف امتى؟ دي فكره اهي حلوه لازم تاخد بالك منها، حرف الياء ده بيتحذف امتى؟ اذا كانت الكلمه مفرد نكره حاله الرفع او حاله الجر. تاني كده اسمها ايه؟ مفرد نكره حاله الرفع او حاله الجر. فهنا على اعتبار ان الباء ده حرف جر زائد لانه في خبر ليس، فهنا بيعتبر الياء ديت حذفت، فهنا كانت المفروض اقول خافي ولكن ها حذفت الياء، فخد بالك منها عشان دي تركه بتيجي في الامتحان كده عليها درجه مهمه لازم تاخدها. طيب لما اجي في رقم 3 بقى اقول خبر لفعل ناسخ، هي ايه الافعال الناسخه؟ افعال ناسخه كان واخوات، حروف ناسخه ان واخوات، يبقى انت الاول تدور على الفعل الناسخ، الاول تدور على الفعل الناسخ. الفعل الناسخ هنا اللي هو ايه؟ ها
اصبح برافو، او ليس جميل، ليس افعال ناسخه. اه طبعا ماشي، اصبح وليس. طب خلينا في اصبح، لما اجي اقول خبر لفعل ناسخ انت لازم تطلع الجمله كلها. اصبح للتقدم الصناعي اثره. هو بعد اصبح ينفع الاسم يكون جر ومجرور؟ اللي هو اسم اصبح ينفع يبقى جر ومجرور؟ لا، احنا اتفقنا لما تبدا بجر ومجرور يبقى الجر ومجرور ده هو اللي مقدم والمبتدا اتاخر، فساعتها هنا الخبر بتاع الفعل الناسخ هي كلمه للتقدم الصناعي. الجار والمجرور دي، الجار والمجرور دي خبر لفعل ناسخ اللي هو ايه؟ ها، للتقدم. باين علامه اعرابه بقى اللي هو عادي، التقدم هنا فعل مضارع، قصدي اسف، للتقدم، التقدم ده طبعا اسم واللام حرف جر، يبقى اسم مجرور وعلامه جره الايه؟ الكسر. طيب تعالوا بقى في رقم جيم، بيقول حضر العلماء المؤتمر العلمي لاعجاز القران الا عالما. حضر العلماء الا عالما، هو هنا المستثنى في الجمله السابقه ماله؟ يعني حكمه ايه؟ اشوف الاول النوع، هو هنا فيه نفي؟ لا مفيش، في الا بس اشيلها. طب واقرا الجمله، حضر العلماء المؤتمر العلمي لاعجاز القران عالما، هل الجمله نافعه؟ لا. يعني الاسلوب، الاسلوب، الاسلوب ماله؟ ادام الجمله ناقصه يبقى الاسلوب تام، تام، وهنا مثبت اللي هو تام مثبت بيبقى اعرابه، ها، تام مثبت برافو، اعرابه واجب النصب، او حكم اعرابه واجب النصب. هنا بقى بيقول لك خليه لي جائز النصب. طب انت عشان تخليه جائز النصب محتاج الاسلوب ده يبقى نوعه ايه؟ افتكر كده معايا، تام مثبت واجب النصب، تام منفي جائز النصب، ناقص منفي حسب موقف الجمله. لا انا عايز جائز النصب، يبقى ايه تاني اللي في النص؟ اللي هو تام منفي، اللي هو ايه؟ تام منفي. طيب ما احنا عرفنا ان الاسلوب ده تام، يبقى انا فاضل لي الايه؟ النفي. هقول لم يحضر العلماء المؤتمر العلمي لاعجاز القران الا عالما، وساعتها هتقولها يا اما عالما يا اما عالم. ليه؟ عشان قلنا اعرابها جائز النصب دي اللي هو يا اما ها مستثنى منصوب، يا اما بدل، بدل من مين؟ من المستثنى منه اللي هي كلمه العلماء اللي هو اعرابها فاعل، فديت كمان هتبقى بدل مرفوع. صعبه كده؟ طيب اخر حاجه، كيف تكشف في معجمك عن كلمتي الراقيه، اخر حاجه في رقم دال، احنا لسه عندنا الاعراب ما تنسوش. كيف تكشف في معجمك عن كلمتي الراقيه؟ حتى هو جايبها لك سهله اهو، من راء قاف ياء، اللي هو جايه من رقي، جاي من ايه؟ رقي. طيب مضارا، ها، هسيبكم تتفكروا فيها وان شاء الله ارد عليكم في التعليقات تحت. يبقى تاني كلمه مضارا هخليك انت تحلها وهرد عليك في التعليقات اللي تحت، مش هقولها لك في الفيديو. نرجع بقى للاعراب عشان نحل الاعراب ده، عشان مهم قوي. لما اجي اقول لقد اصبح للتقدم الصناعي اثره البارز في نهضه المجتمع واخذت نتائجه تعم، اخذت ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك بافعال المقاربه والرجاء والشروع، برافو، اللي احنا خدناها قبل كده. ايه ده، هو ممكن اتسال في حاجات قديمه؟ اه عادي، ايه المشكله؟ ما هو ده النحو، انك بتتسال في كل شيء. فلما يجي يقول هنا اخذت نتائجه تعم، لازم اشوف هنا تامه ولا ناقصه. لو انتوا فاكرين بقى الجمله تامه، ها، الفعل ناقص الجمله ناقصه الفعل، تام. او ان الخبر بتاعها هنا بيجي جمله فعليه، الخبر بتاعها بيجي جمله فعليه، فلما اجي اقول اخذت تعم، اه ده خبر جمله فعليه، ماشي، يبقى نتائجه اسم اخذت، اسم اخذت ايه؟ ها، برافو، اسم اخذت مرفوع وعلامه رفعه الضمه، والهاء اللي هو اي ضمير يتصل باسم يعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. الحته ديت مهمه قوي قوي قوي، اي ضمير يتصل باسم يعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب عندك بعد كده، وليس بخاف على اولي المعرفه ان لبعض الصناعات مضرا. الجمله دي لو جيت ترتبها زي ما احنا اتفقنا، بعد ان او بعد ان واخواتها وكان واخواتها، بيبقى فيه جر ومجرور، يبقى هنا في تقديم وتاخير. يبقى اصل الكلام ان مضارا لبعض الصناعات، يبقى مضارا اسم ايه؟ اسم ان، برافو، اسم ان ماله؟ منصوب وعلامه نصبه الفتحه، برافو. اخر كلمه في الاعراب هنعربها، اخر كلمه في الاعراب هنعربها، وكده هنبقى خلصنا ان شاء الله المراجعه. لما اجي اقول وعلى العلم اعباء، طب ما دي جمله لوحدها اهي، على العلم اعباء كبرى، اصل الكلام
اعباء كبرى على العلم. يبقى هنا اعرابها ايه؟ واضح ان القطعه مركزه على الحته دي قوي. اعباء دي اعرابها ايه؟ اعرابها مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. وبكده يبقى احنا خلصنا القطعه بتاعتنا وخلصنا المراجعه الثانيه في النحو، وكنتم مع محمد محروس وجريده الوفد التعليميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن القصه، قصه عنتره بن شداد الترم الثاني. قصه عنتره بن شداد الترم الثاني من القصص المهمه جدا والجميله اللي انتوا حبيتوها من الترم الاول، وعندكم شوق كده غريب انكم تعرفوا ايه اللي هيحصل في الترم الثاني، وعايزين تعرفوا النهايه كلها هتبقى ايه، وهل هي نهايه سعيده ولا نهايه حزينه. ودلوقتي هنبدا في اول الفيديوهات بتاعه الفصل اللي هو الفصل الكام، اللي هو الفصل التاسع، رحيل عبله. طب حد فاكر الترم الاول خلص معانا على ايه؟ ها، خلص على ان عبله زعلت من عنتره لما بدا يهددها بان هو سيقطع راس مين؟ ها، برافو، عماره ابن زياد. هيقطع راس مين؟ عماره ابن زياد، وهيديه لها هديه في ليله زفافها، ودي سميناها بالهديه الدمويه. وحاول يعتذر لها ولكنها لم تأبه له ولم تهتم له، ثم دخلت الى خبائها. ومن بعديها بدا عنتره بقى يعمل تصرفات سيئه زعلت عبله وزعلت والد عبله واخو عبله. ايه اللي حصل؟ بدا ان عنتره يذهب او يطلع في القبيله ويعلن حبه لعبله في الشعر، ويعلن كرهه وتصادمه مع كل من يجرؤ ان يتقدم لخطبه عبله. يعني بدا يعمل مشاكل كتير قوي. طب ووالدها اللي هو مين؟ اللي هو مالك ابن كراد، هل كان ساكت على الكلام ده؟ هو كان بنته الناس حواليه بيتكلموا عنها كتير، وبداوا ينقسموا. ناس تقول ان المفروض انها تتزوج عماره ابن زياد، وناس تانية بتقول ان تتزوج مين؟ عنتره ابن شداد، وهو اولى بها، وبالاخص بعد ما تم الاعتراف بيه ان هو ابن عمها. ولكن مالك يشعر في قراره نفسه انه يشعر بالعار، يشعر بالايه؟ بالعار من ان يزوج ابنته لمين؟ لعبد، ابن عبده، حتى ولو كان هو فارس عبس، حتى لو كان هو فارس ايه؟ عبس. ولكن في النهايه هو من جاريه، وهي دي كانت المشكله. فلما الكلام بدا يزيد، وكمان ابنه اللي هو مين؟ عمرو بن مالك اللي هو اخو عبله، بدا ان هو يقيم المشاكل ويبدا يصارع كل من يتفوه باسم عبله في شعر عنتره. طب ابوها ما بيعملش ليه كده؟ لانه عارف ان العرب، او العرب في الفتره دي يعني، بيتكلموا دايما في الشعر، ومش هينفع يمسك بق الناس عن الشعر. زي ما احنا دلوقتي في الاغاني، تخيل كده لما يكون واحد كل ما يشوف حد بيغني اغنيه يقوم ماسكه ضربه ومتخانق معاه، طبعا ما ينفعش. فبدا ان هو يفكر في فكره، الا وهي الرحيل، علشان كده اسم الفصل رحيل عبله. طب رحلت هي واهلها لفين؟ رحلت هي واهلها الى بني شيبان عند اخوالها. يعني ايه اخوالها؟ اللي هم قرايب مامتها. فين؟ في بني شيبان. ونزلوا هناك بجوار حاكم البلده، او مش البلده بقى، حاكم القبيله وفي بني ايه؟ في بني شيبان. طيب لما راح هناك، تعالوا بقى كده يعني هوريكم جزء بس كده نقراه سريعا، وبعد كده نبدا نخش في اللي بعده. بصوا لي كده هنا، لما اجي اقول بعدما حدث بين عنتره وعبله، قرر مالك بن كراد ان يرحل باهله الى ارض شيبان عند اخواليها، وذلك بسبب، وديت الاسباب اللي بتسال فيها اهو، جهر عنتره بحبه لعبله، ده رقم واحد. رقم اثنين، اظهار عداوته لكل من يجرؤ على طلب زواجها. رقم ثلاثة،
أن مالك كان يشعر في نفسه الإحساس بالعار من أن يزوج ابنته لمين؟ لعنترة، حتى لو كان فارس، ها فارس قومه وحاميه. وآخر سبب ضيق عبلة بالإقامة بين قومها وكثرة المشاجرات بين مؤيد لعنترة ومؤيد لعمر. وبعد كده راح أعلن مالك بن كراد أن هو مش هيزوج بنته ولا لعمارة ولا لغير عمارة. طيب بالنسبة بقى لعنترة، هل عنترة عمل ايه؟ طبعا عنترة زعل جدا وبدأ يترك الحي اللي هو بني، ها لا مش بني شيبان، اللي هو ايه بقى ارض الشربة او بني عبس او العالم السعدي اللي احنا كنا واخدينه زمان في بداية القصة وعرفنا الاسماء دي. وكان متضايق جدا من عدم وجود عبلة، فقرر ان يذهب الى الصحراء، وكان لا يلم بالحي، يعني لا يأتي الى الحي الا بين حين وحين، لحد ما راح له مين؟ راح له اخوه شيبوب اللي حاول يخفف عنه، اللي حاول يخفف عنه علشان خاطر متضايق جدا من ان اخوه حزين ومهموم، متضايق جدا من ان اخوه حزين ومهموم. ساعتها عمل ايه؟ خد الركاب بتاعه وراح رايح له في الصحراء وبدا يقعد معاه وقال له على فكره. قال له ايه؟ عنترة سمع شيبوب بيقول له ان انا لو منك يا عنترة، لو انا انت يا عنترة، لذهبت اليها في بني شيبان واخذتها كما ياخذ الاسد فريسته وتزوجتها. طب ده ليه؟ علشان عارف ان عنترة قوي ولديه قوه ان هو يعمل الكلام ده، لكن شيبوب ضعيف. ماشي، لكن عنترة رد عليه رد جميل قوي، قال له بل اذهب اليها لكي اذرف دمعا، يعني هيروح لمين؟ لبني شيبان عشان عبلة تسامحه مش علشان يخطفها زي الاسد. وبدأ يتمنى امنيتين، الاولى ان هو يبقى طائر علشان يقدر ان هو يطير ويروح لفين؟ ويروح لبني شيبان لعله ينتصر او يظفر بنظرة لمين؟ لعبلة. او ان هو يكون صاعقة، الصاعقة دي تنزل تدمر الناس كلها ويترك عبلة لكي يتزوجها. والفعل جهزوا نفسهم علشان يذهبوا الى بني شيبان، ولما راحوا لبني شيبان عملوا الخيمة خارج، عملوا الخيمة خارج القبيلة، يعني خارج قبيلة، خارج قبيلة بني شيبان، لان بني شيبان الحاكم بتاعها اسمه ايه؟ قيس ابن مسعود، اللي كان عنده ابن اسمه بسطام ابن قيس، هنعرف قصته دلوقتي ايه. ولكن نرجع تاني، قيس ابن مسعود قعد عبلة ووالدها واهلها فين؟ بجواره، واكرمهم اكراما شديدا. طيب تعال نقرا الحتة دي كده ونفهمها. لما حصل اللقاء اللي حصل بين مين ومين؟ بين عنترة ومين؟ وشيبوب. قال له دي مهمة جدا الحتة دي، لو كنت مكانك يا عنترة لذهبت إلى بني شيبان أو إلى شيبان وأخذتها وخرجت بها إلى البرية كما يخرج الأسد بفريسته. فرد عنترة بل أذهب إليها كي أذرف دمعي، هنا في دال آسف، لعلها ترضى عني، فأنا لا أطمع اليوم في أكثر من أن أسترد رضاها. قال شيبوب عجبا لك إذ تقوى على الدماء تسفكها وعلى الحروب تخوضها، ولا تقوى على فك قيد الحب الذي تقيدك به إيه؟ فتاة، اللي هو اللي مين؟ عنترة. عبلة طبعا، عنترة مين؟ ركزوا شوية، ماشي بروف. تقيدك به إيه؟ فتاة، هذه الفتاة هي عبلة. وبكده بينتهي الفصل الكام؟ التاسع، اللي هو اسمه رحيل عبلة. طب الأسئلة، لو جيت قلت لك ما سبب رحيل عبلة ووالدها إلى أرض بني شيبان، أنت عندك كام سبب؟ عندك أربع أسباب اللي هم موجودين في الملخص طبعا اللي احنا عارفينهم كويس جدا. لكن لما أجي أقول إيه إحساس عنترة وعبلة من هذا الرحيل، عنترة كان حزين حزن شديد لأنه ظل واجما هائما في الصحراء، خلاص ده اللي هو مين؟ عنترة. وعبلة كمان كانت دائمة البكاء فين؟ ها فين؟ في بني شيبان. وعلى الرغم من كده
وافقت ابوها على ان هي تهرب او ان هي تروح لبني شيبان علشان خاطر كانت بتقعد كتير جدا حزينه ومهمومه، وطبعا عارفه ان الناس كلها بتتكلم عليها، فدي حاجه تزعلها جدا. طيب هنقرا بعض الاسئله مثلا قبل ما ننهي الفصل ده. لما اجي اقول ما الذي كان يضمره مالك بن كراد في نفسه نحو عنتره؟ كان بيحس بالايه؟ بالمعره. يعني ايه المعره؟ يعني العار من ان يزوج ابنته لعنتره، وده بسبب ان هو ابن زبيبه الاما. طيب مهم جدا انك انت تقرا الاسئله ديت وتذاكرها، وان شاء الله هتلاقوا اللينك بتاع الملزمه تحت الفيديو، هحطه لكم ان شاء الله مع جريده الوفد التعليميه الفصل العاشر من قصه عنتره بن شداد اللي هو حياه الغرباء. توقعوا كده مين هم الغرباء دول وليه غرباء؟ طبعا الغرباء اللي هو عنتر وعبله، لان هم قاعدين في بني شيبان. يعني عبله قاعده عند اخوالها، هتقولوا دول مش غرب، هي دلوقتي مش غرب، لكن زمان العرب كانوا دايما بيقعدوا في اماكنهم، ولو اتنقلوا من قبيله الى قبيله ده يبقى ان هم اتغربوا، لان هم سافروا من مكان الى مكان او انتقلوا من قبيله الى قبيله. طيب القبيله اللي كانوا قاعدين فيها اللي هي قبيله مين؟ قبيله بني شيبان. قبيله بني شيبان دي اللي هي قاعد فيها مين؟ حاكم القبيله اللي هو قيس ابن مسعود. تاني اسمه ايه؟ قيس ابن مسعود. طيب وقيس ابن مسعود ده عنده ابن اسمه بسطام ابن قيس. بسطام ابن قيس في نفس سن مين؟ اخو عبله اللي هو عمرو ابن مالك. فبداوا يتصاحبوا على بعض، وبدا يبقى في بينهم علاقه صداقه. وفي يوم بدا مين؟ ابن قيس اللي هو اسمه ايه؟ بسطام ابن قيس، بدا ان هو يطلب من اخو عبله ان يتقدم لخطبتها. هو كمان ده واضح كده ان عبله كانت جميله قوي، ان هي كل ما تروح مكان تلاقي حد ان هو عايز يتزوجها. وساعتها ذهب عمرو بن مالك وقال امه اللي بدات تذكر لعبله اسم بسطام بن قيس في ثنايا حديثها، ولكنها كانت تغضب غضبا شديدا. ليه؟ لانها كانت لا تريد سوى مين؟ عنتره ابن عمها. كانت لا تريد سوى عنتره ابن عمها. طيب في الفقره دي او في الفتره دي عرفنا ان شيبوب وعنتره كانوا موجودين في اخر الحي قبل ما يخشوا على الحي بتاع مين؟ بتاع بني شيبان. في بني شيبان راح شيبوب علشان يعرف عبله بوجود مين؟ عنتره. وساعتها حصل ان شيبوب بدا ان هو يسمع ويتصنت على لقاء حصل بين مين ومين؟ بين عماره ده خلاص مشي، لا مؤاخذه، بين عمرو ابن مالك وبين ابوه كان دايما عايز يقول له ان احنا لابد ان نعود، وعمر مش عايز يعود الا ان تحل العقده. ايه هي العقده؟ ان هو مش عايز يجوز مين؟ عبله لعنتره ابن شداد. مش عايز يجوز عبله لعنتره ابن شداد. لكن الاب كان موقفه موقف جميل جدا، موقف يدل على تفتح ذهنه، موقف اسلامي. ايه ده، هم كانوا في العصر الجاهلي؟ بس الموقف ده كان موقف اسلامي. ليه اسلامي؟ لان هو اعطى الحريه لعبله للفتاه ان تختار من تتزوج. يبقى الفتاه في الاسلام لابد ان تختار من تتزوج، لكن في الجاهليه المفروض ما كانتش تختار، كان ابوها او اخوها هم اللي بيقرروا تتزوج مين، لكن هو سابها تختار. وعشان كده عمرو بن مالك كان متضايق جدا، وكان بيقول له انها اذا لم توافق الا على عنتره اتزوجها له؟ وكرر الكلام ده اكتر من مره لحد ما وضع ابيها راسه في الارض وكانه يشعر بالعار
وكأنه يشعر بالعار وقال نعم سأزوجها له. طب هو عمرو بن مالك كان عايز يعمل ايه؟ كان عايز يترك بسطام بن قيس لكي يقتل عنترة بن شداد ويفوز بعبلة، ولكن كان رد ابوه عليه ان هو العرب كلهم هيعملوا ايه؟ يخلوا فيه عار ان هم باعوا ابنتهم لمين؟ لبسطام بن قيس، لانهم لم يستطيعوا التخلص منه. ودوا فرصه لبسطام بن قيس ان هو اللي ايه؟ هو اللي يذهب وينتقم منهم. ده كله شيبوب سمعه وهم عمالين يتكلموا في هذا الامر، وتركهم وذهب الى خيمه مين؟ عبله. وحينما دخل الى الخيمه، طبعا عبله اتخضت وقالت له ما الذي اتى بك الى هنا؟ فعرفها ان هو مش جاي لوحده وان هو جاي معاه مين؟ عنتره. في بدايه الامر بدات تقول له اما كفاه طردي وتشريدي؟ هو مش كفايه عليه ان هو خلانا اطرد وان انا اتشرد وما اقعدش في بيتي؟ وبعد كده لما راح قايل لها ان هو جاي علشان يعتذر وعلشان ترضي عنه ولا يريد الا رضاكي، فبدات تحن وبدات تقول له قل له ان يعود من هنا، لان المرء او لان القبيله هنا كلها اعداءه ويريدون ايه؟ قتله. وساعتها سمعت صوت رجول جايه او حد جاي، فطلبت منه ان هو يهرب، ولكن تعثر في الخروج. فعرف عمرو ابن مالك ان كان في حد هنا، والاول مره شيبوب ما يحبش يترك او يسيب عبله في هذا الموقف او يتركها لغضب مين؟ عمرو بن مالك. وساعتها وقف وقال له انك تعرف من انا. فطبعا لما عرف ان هو عبد قال له لولا انك عبد لاعطيتك السيف لكي تبارزني. وبدا يدور على حبل علشان خاطر يشد وثاقه، ولكن شيبوب ترك وايه وذهب وقال له لا اريد ان يطيل انتظار عنتره. فكده عرف ان عنتره موجود. عمل ايه عمرو بن مالك؟ بدا يبلغ بسطام ويزين له ان يخرج لكي يقاتل مين؟ ان يقاتل ان يقاتل عنتره، يعني نفس الفكره اللي ابوه رفضها. طيب تعالوا نبص كده على الجزء ده واحده واحده كده. بيقول ايه؟ بيقول طبعا ملك بن قراد ندم على رحيله عن وطنه على الرغم من انه نزل جارا عند قيس بن مسعود سيد القوم، فوجد الكرم والمروءه الايه؟ الكامله. طيب وطبعا ما كانش سعيد ليه؟ لان هو رجل ضاق به المقام في اهله واضطره الى الهجره الى بني ايه؟ شيبان. وكان عايز يعود الى ارض الشرب او العالم السعدي، ولكن ولده عمرو كان بيرفض. طيب ايه كمان؟ الجزء ده اللي هو بتاع ان بسطام بن قيس وعمرو بن مالك توثقت العلاقه بينهم، وبدا ان هو يتقدم لخطبه ايه؟ عبله عن طريق عمرو. ولما عمرو قال لابوه قال له حاجه مهمه جدا. رفض. طب ليه رفض؟ بصوا الحته دي عشان مهمه قوي. رفض هذا الزواج، والسبب لانهم ضيوف ولا ينبغي للخاطب ان ياتي الا اليهم في داره. فقد يقول العرب ان قيسا طلب عبله لابنه بسطام فلم يستطع ابوها ان يمنعها. ليه؟ لان هو خجلان، لان هو قاعد واكل شارب قاعد عند مين؟ قيس. فلو رفض هيبقى فيها عيب ان انت قاعد عندي وبترفض لي طلب. طيب جينا بعد كده عرفنا الموقف بتاع مين؟ شيبوب لما راح لمين؟ لعبله متسللا ورفع طرف الخيمه وقال لها لا تراعي فانا شيبوب، وبدا يكلمها لهذا كله. وساعتها وصلنا لحد لما صاح في عمرو ايها العبد لتجدن عقوبتك هنا، ولو كنت من الاحرار لاعطيتك سيفا لتبارزني، ولكم انتظر. والتفت لعبله يطلب حبلا ليقيد شيبوب، ولكنه وجد شيبوب قد انطلق خارجا من الخباء يعلو فوق الرمال كالايه؟ كالنعامه. طيب طبعا بعض الاسئله المهمه قوي مش هنقراها كلها،
ولكن هنقرا بعض الاجزاء زي ايه؟ لما اجي اقول لماذا لم يكن مالك ابن كرات سعيدا ولا راضيا بالمقام في بني شيبان؟ لانه لم ينسى انه رجل من عبس ضاق به المقام في قومه، فاضطر الى ان يهاجر باهله ويحل ضيفا على اصهاره في بني شيبان. طيب السؤال اللي بعده برضه من الاسئله المهمه، احنا اتفقنا مش هنقرا الاسئله كلها، ولكن الملزمه عندكم هتذاكروها واحده واحده كده وتفهموها. لماذا رفض عمرو بن مالك العوده الى ارض الشاربه عندما طلب ابوه مالك منه ذلك؟ لان هو كان عايز ايه؟ برافو، لانه كان يريد ان يحل العقده التي بينه وبين عنتره قبل الايه؟ قبل العوده. طيب ما موقف مالك من بسطام؟ ولماذا لم يوافق على زواجه من عبله؟ وده السؤال اللي قلت عليه مهم جدا، ان هو كان يراه جديرا ان تذف اليه عبله لشبابه وجماله وغناه وشجاعته، لكنه رفض زواجه من عبله لانهم ضيوف عند بني شيبان ولا بد ان ياتي الخاطب الى ديارهم. طيب وكده نبقى نهينا بعض الاسئله المهمه، وهسيبكم انتم ان شاء الله تكملوا باقي الاسئله في اللينك اللي تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.